أي واحد
كيكون عنده واحد الفكره على لو انني في هذا المنصب غنعطي اولويه لهذا المجال او لهذا المجال او لهذا المجال. بالنسبه لك شنو اكثر حاجه بالك كتعطيها الاولويه؟ واش مجال التعليم؟ واش مجال الصحي؟ يعني شنو اكثر مجال كتحسي هما بزاف المجالات مهمشين، ولكن لو انني عطوني فرصه انني نختار مجال من هاد المجالات غنختار مثلا هاد المجال. قولي لنا شنو غتختاري وعلاش هو مضروب؟ لاحظت بانك ما دايرش ولا صاحب تجميل، وفي نفس الوقت بغيتي دير واحد لا ماخذ ديالك. واش كتشوفي بان مستحضرات التجميل ضروريه باش تبين جمال المراه؟ باش تفرز بحياتك.